السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني وأخواتي، مع مثل جديد من الأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. المثل ده هو بيضرب لنا نموذج من النماذج التي بها يحال بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يحال بسببها بين العبد وبين طريق الحق، يحال بها بين العبد وبين الهداية. بعض العوائق اللي بتكون موجودة في حياة الناس، وللأسف هذه العوائق ذمها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، وذم من يرضخ لهذه العوائق في صورة من صور أمثلة القرآن العجيبة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تعالوا باختصار نفهم أولا المعاني المتعلقة بهذا المثل، ثم بعد ذلك نتبين ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذا المثل، عملا بقول الحسن وبعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون القرآن على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. الله سبحانه وتعالى يتكلم هنا في هذه الآيات عن عائق من العوائق التي تمنع الإنسان من قبول الحق، وهي العادات والتقاليد. العادات والتقاليد التي عاش عليها الإنسان، عاش على تقاليد تربى عليها، نشأ عليها، ترعرع عليها، شاب عليها، شاب عليها الكبير وشاب عليها الصغير، ثم أصبحت هذه العادات أهم عند الناس من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا القرآن الذي أنزله الله، قالوا لا، يعني احنا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، العادات والتقاليد. فربنا سبحانه وتعالى يقول يعني ألم تكن لهم عقول ليفهموا ويعقلوا؟ هل لم تكن لهم عقول أن يعرفوا أن ما ألفوا عليه آباءهم هذا دلالة على قلة العقول؟ أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، عبدوا أصنام من دون الله سبحانه وتعالى لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تجيب، فهل هناك يعني عقل يعني يترك ما نزل من عند الله عز وجل ليتبع هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. أمر عجيب، إحنا لقينا آباءنا عايشين وبيسجدوا وعاكفين على هذه الأصنام، فإحنا بنعبد الأصنام زيهم. ولما وضعهم أمام التفكير العقلي قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ وساعتها يعني الإنسان بالفعل بيثيق، ولكن مشكلة العادات والتقاليد. فذم الله سبحانه وتعالى من سلم عقله للعادات والتقاليد من غير إعمال العقل، فشبهه الله سبحانه وتعالى بالأنعام. إيه بقى معنى الآية الثانية؟ قال: ومثل الذين كفروا، أي مثل هؤلاء الكافرين الذين احتكموا لعادات وتقاليد فعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، كمثل الذي ينعق. النعيق ده هو صوت الراعي إذا نادى على الأغنام. هل الراعي النهاردة لو نادى في الأغنام، هل يا ترى هذه الأغنام تفهم ما يقول الراعي؟ يعني لو الراعي جاب الغنم ثم قام فيهم خطيبا يذكرهم بمحاسن الأخلاق، وهو يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكرمكم عند الله أحسنكم أخلاقا، هل هذه الدواب تفهم نعيق هذا الرجل؟ لا تفهمه. قال تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هو الخروف لما ينادى عليه، أو الغنم لما ينادى عليها هتلتفت
ولكن هي لا تسمع وهي لا تعقل. فيقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين اتبعوا العادات والتقاليد وما اتبعوا وحي السماء: حالكم كحال هذه الأغنام، كحال هذه الأغنام التي لا تسمع، التي لا تعقل ولا تفهم. وأن يرضى الحر لنفسه أن يضرب له مثال بهذه الصورة. فالله سبحانه وتعالى شبه كل إنسان عارض الوحي بعادات أو تقاليد أو عوائق بحال هذه الأغنام التي نادى عليها صاحبها وأخذ يكلمها ويحدثها وهي تسمع صوتا ولكن لا تفهم ماذا يقول. وهذا مثال كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني الأنعام لما الراعي يعني ينادي عليها لوقت الأكل بتأتيه، إذا نادى عليها بالوقوف بتقف، ولكن إذا كلمها لا تفهم. هؤلاء الذين يعني تركوا ما أنزل الله علشان عادات وتقاليد وعوائق هم أشر من هذه البهائم وأشر من هذه الدواب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فعلشان كده المثل ده ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من خلاله أن يكون الإنسان كالبهيمة التي لا تعقل ولا تفهم. شوف الذم بعد ذلك، حتى قال بعض أهل التفسير: كفى بمن وضع العوائق أمامه حتى لا يستسلم للحق ذما، أن الله شبهه بالبهيمة. فقال الله عز وجل: كمثل الذي ينعق بما ينعق، يعني ينادي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي. ثم ختم هذا الذنب بغاية الذنب فقال: فهم لا يعقلون، هؤلاء بلا عقول. هناك مجموعة من العوائق، ربنا يقول لك أنت إنسان، أنت مش بهيمة. البهيمة هي اللي هتمشي وراء العوائق لأنها لا تفهم ولا تعي ولا تعقل، أما الإنسان فإنه يفهم ويعقل. هناك كثير من العوائق اللي كانت في طريق الحق، هذه العوائق منها العادات والتقاليد كما قال الله عز وجل في هذه الآيات: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا يعني بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال الله تبارك وتعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ضالين، سبحان الملك، يعني هم علموا أن آباءهم كانوا على ضلالة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال قومه: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اللي كسر الأصنام كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين، إنكم أنتم الظالمون. ثم نقصوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله، يعلموا الحق ومع ذلك عملوا كالبهيمة التي لا تعمل عقلا ولا تعمل فكرا ولا تفكر أصلا. فهنا ذمهم الله على هذا. اوعى في يوم من الايام تكون العادات والتقاليد تحول بينك وبين الحق وتظن ان انت هتصل للحق، ابدا ابدا، بل سبحان الله يصبح الانسان كالبهيمه التي لا تفهم ولا تعقل ولا تفهم هذا الكلام. من الامور ايضا اللي بتمنع الانسان يعني عن قبول الحق الاصحاب، فخد بالك انت في كتير من اوقات بتبقى عارف ان اصحابك هيوصلوك لطريق الضلال، لطريق البعد عن الله سبحانه وتعالى، فإياك في يوم من الأيام إنك ترد الحق بسبب الأصحاب، وإلا تكون دخلت في هذا الذم اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب به المثل: كمثل الذي ينعق بما لا يسمعه إلا دعاء ونداء. الأصحاب، قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يعني من المعوقات أيضا كثرة أهل الباطل، الباطل من حوالينا كتير، أصل كتير من البنات اللي حواليا العيلة أصحابي جيراني مش محجبين، فأنا مش محجبة زيهم. يا بنتي لا يقول هذا الكلام، عفوا عفوا سامحيني، إلا البهيمة التي لا تعقل ولا تفهم، إلا البهيمة التي لا تعقل ولا تفهم. الشاب اللي ماشي مع بنته وعامل علاقة في الحرام ونقول له اتق الله، يقول كل أصحابي كده. يا ابني الله سبحانه وتعالى نزهك أن تكون بهيمة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المثال ذما لهؤلاء الذين يستجيبون للعوائق فلا يقبلون الحق. من أيضا الأمور التي تمنع الإنسان من قبول الحق العوائق اتباع السادة والكبراء، إن الكبير القوم سيد القوم قال لهم والعياذ بالله على معصية الله، فهم على آثارهم يهرعون بيجروا وراء الباطل، ويوم القيامة بيندموا أشد الندم لأنهم عطلوا العقول
قال ربنا تبارك وتعالى: وقالوا إن أطعنا، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. يا رب إحنا أطعناهم فأضلونا. إنك في يوم من الأيام تستجيب لعالم ضلالة وعالم سوء، وإنت عارف إنه على ضلالة وعلى سوء. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اوعى في يوم من الأيام تلتزم بعادات وتقاليد مجتمع، عادات وتقاليد مجتمع بتخرب البيوت وتفسد على الناس الأحوال. لازم نفهم هذا الكلام، مفيش حاجة اسمها عادات وتقاليد. ربنا ذم اللي مشى وراء عوائق قبول الحق وشبههم بالبهائم، وقال أنهم لا يعقلون، لأن الله عز وجل لما أنزل الشرع جعل هذا الشرع موافق مع العقل. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذا المثال أن هذا الإنسان الذي لا يقبل الحق حاله كحال البهيمة التي يظل صاحبها ينادي ويتكلم معها وهي لا تفهمه، هي تسمع صوتا ولا تفهم كلاما. وهكذا حال كل إنسان لم يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى وصار وراء العوائق من اتباع الأباء واتباع الأجداد والعادات والتقاليد والسادة والكبراء وعلماء الضلال وعلماء السوء والأصحاب. شبهه الله عز وجل بهذه البهيمة التي لا تفهم ولا تعقل. ثم ختم الله عز وجل الذم فقال: صم بكم عمي. ثم قال: فهم لا يعقلون. المؤمن ميزه الله عز وجل بالعقل وضرب له الأمثال لكي يتفكر ويتذكر ويتأمل، ثم من بعد ذلك يعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من يسعون القول فتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.